البداية من الرباط، حيث تباحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مع رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد دبيبة الذي يقوم بزيارة للمملكة. وقال بوريطة عقب اللقاء إن المغرب يواكب مجهودات الشعب الليبي والمؤسسات الشرعية الليبية من أجل التحضير للاستحقاقات الانتخابية الرامية إلى وضع أسس استقرار دائم بهذا البلد المغاربي. وأشار بوريطة إلى أن الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة الليبية المؤقتة إلى المملكة تأتي في إطار تفعيل تعليمات الملك محمد السادس لتعزيز التواصل بين المملكة المغربية ومختلف الهيئات الشرعية الليبية بخصوص كافة القضايا التي تهمها. هذه الزيارة التي يقوم بها السيد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة كتأتي في إطار التواصل بين المملكة المغربية ومختلف الهيئات الشرعية الليبية في إطار تعليمات جلالة الملك بتعزيز التواصل والاستماع إلى الإخوة الليبيين حول كل القضايا اللي كتهمهم. بحال اللي لاحظتوا في هذه يومين جاء رئيس البرلمان، اليوم كيجي رئيس الحكومة في واحد الوقت اللي هو أساسي اللي فيه تحضير الانتخابات الليبية، وفيه واحد الحركية دبلوماسية لمواكبة ليبيا في هذه المرحلة. المغرب من منطلق رؤيته الواضحة بحال اللي قلت دائما هو مع الليبيين فيما يريدون، وهو مع مواكبة مجهود الشعب الليبي والمؤسسات الليبية للتحضير لهذه الاستحقاقات المهمة اللي الأساسي هو أنها تتم في أحسن الظروف وأن تتوفر كل شروط نجاحها. كانت فرصة كذلك للحديث حول التحركات الدبلوماسية الأخيرة في الملف الليبي، والتأكيد بحال اللي قلت دائما بأن المغرب ماشي محتاج للصور وماشي محتاج للمؤتمرات. قوة المغرب هي أنه دوره مقبول ومطلوب من الليبيين أنفسهم، ومصداقيته هي نابعة كذلك من هذا رغبة الليبيين في أن يكون للمغرب دور بشكل مستمر. هذه مرحلة مهمة جدا اللي غادي في الفترة المقبلة اللي فيها انتظارات مهمة من عند الشعب الليبي. الأساسي فيها هو أن تاريخ 24 دو جانبير يكون واحد المنطلق لليبيا جديدة، ولهذا فيجب توفير كل الشروط الضرورية حتى يكون هذا الاستحقاق الانتخابي هو واحد الاستحقاق ناجح اللي كيفتح المجال للليبيين باش يدخلوا الاستقرار وينهيوا الحضور الأجنبي وينميوا بلدهم.